مرحبا بكم أحبائي الصغار في هذه الحصة من تقويم والدعم في هنا مجال الكتابة. كنا شفنا دعم التقويم في المجال الأخرى في القراءة، هنا في الأسبوع الحادي عشر هنا في الكتابة. هنا الخط أسطره تحت الحرف الملون ثم أكتبه، خط ملون ندير السطر تحته ونكتبه مبرات مبرات. حرفاش؟ حرف الباء هو الملون، ندير السطر تحته ونكتبه برات، الباء في وسط الكلمة قبلها ميم وبعدها راء، برات هكذا. بنات بنات، إذا عندنا الباء ملون والتاء ملون كذلك. إذا أكتب الباء في أول الكلمة بعدها حرف ثم تاء في آخر الكلمة غير مرتبطة بأي حرف، تن ب ندير شرطة بيناتهم ب ثم تن ب شرطة تن ب ثم تن. مسطرة مسطرة، إذن الملون هو حرف طاء، حرف طاء، إذن لا حرف طاء، طاء، إذن طاء في وسط الكلمة قبلها حرف السين وبعدها حرف الراء، إذن هكذا ثم هكذا ثم الرقبة طاء، هكذا ثم هكذا ثم الرقبة طاء، فتح الفوق. أكتب كلمات تتضمن حرف الضاد، الضاد عفوا الضاد، كلمات تتضمن حرف الضاد. إذا شنو كنا دوزنا شي كلمات مثلا ني ضام نظام، كلمة أخرى كانت اللي كانت عندها عائشة شنو كانت عندها؟ كانت عندها واحد مح ف ض تون محفظات، ها وانا ملي كنت انا كنمشي خصني نكون عندي الجسم ديالي والملابس ديالي خصها تكون نظيفه. اذا نضى ن نضى ف تون نظافه. احمل محفظتي على ماذا؟ على ض على ظهر ظهر، اذا ظهري ظهر ظهر، ها مثلا بعض التلاميذ الذين يكون عندهم قلة النظر أو كون عندهم نقص في النظر شنو كيديرو؟ كيديرو في عينيهم شنو كيديرو؟ ها نظا ن نظارات نظارات، ها صافي حتى هي ضد المراقبة نظارات. الإملاء، ركبوا الكلمات من المقاطع واكتبوها. بو يو تون، مقطعنا المقاطع، مقطع له بو، مقطع ثاني يو، مقطع ثاني تون، ها اكتبها قالك بو يو تون اوك. فاس مقطع لون مقطع، اذا فاس لون فصل. من دا داتون، دات غير مراقبة، من داتون، من مقطع دا مقطع دا مقطع تون مقطع. المنضدة هياش هي طا طويلة، هي طويلة المنضدة، هي طويلة. جلست في منضدتي أو أمام منضدتي، يعني جلست أمام طاولتي. ب مقطع سا مقطع طن مقطع، إذن بساط. أتمموا بما يلي طا أو تاء أو ضاد أو الضاد مرقبة أو الصاد. أكتو بين سهلة، أكتب بالطب شوري، بالطب شوري على لوحة تي، هذه تنظر نجيكم سهلة مرة. أكتب بالطب شوري على لوحتي. دخلت إلى الفا الفا، ها إذا كنت تقرأ واحد الفص الفص الفصلي، أنا جيد. دخلت إلى الفصل ب، تدخل انت باش بنظام او لا غير نظام، ها ها بني بنظام. وجلست تو وجلست
أمام من دا دا تي يعني أمام من دا أمام طاولتي. أتابع الكتاب، أصف فصلي في 10 كلمات على الأقل. فصلي يتكون من أستاذ يجلس فصلي يتكون من أستاذ يجلس على مك كتاب و تلاميذ يجلسون على طاولات أمام سبورة. فصل يتكون من أستاذ يجلس على مكتب وتلاميذ يجلسون على طاولات أمام السبورة. أمام سبورة أو لا أمام السبورة بروها معرفة بالألف واللام. صافي هكا صافي هكا كتعبر على الفصل ديالك. صافي إلى هنا يكون قد انتهى الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.